الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض 186 طعنا من على أحكام بشأن استبعاد مرشحين في انتخابات مجلس النواب. كانت المحكمة قد حددت جلسة الخميس لنظر 125 طعنا على أحكام القضاء الإداري، بينهم 14 طعنا لهيئة قضايا الدولة ضد قوائم الجبهة المصرية وتيار الاستقلال وفرسان مصر ومرشحين بالنظام الفردي. وقررت المحكمة إحالة 44 طعنا إلى دائرة الموضوع ونظرها بجلسة الثالث من أكتوبر الجاري، من بينهم الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على حكم استبعاده من الانتخابات. كما قررت المحكمة إعادة 6 طعون للمرافعة أمامها لجلسة الثالث من أكتوبر الجاري.